شوف ليلى، شوف ليلى، شوف ليلى، راكي تشوفي الله يبارك شامي اخي. صراحه خدمنا مع بعضنا شمال قطول، واش مشتي واحد دادي في البيت على الرمان وريها تشوفي صح ولا ماشي صح. شوف ها شوفي ودرت لا مواتي تاع الحبه باش تبريزونتي داخل الرمان ما شاء الله. اني بعد نبعثهم لك سمعتي، يعني صبرت من بعد نبعثهم لك خيرك يا نادي زامي بعد نبعثهم بعد نبعثهم لك الشيف الكل صح. فلوس مستغانم مستغانم روح شيخ نونو عيط له عيط له شيخ نونو جينا هاكي عم بيو فاديك وشاف بون مدام مدام تعم التليفون هذا كل واحد يحكم بلاصه هذه قنديده تارك معطب معطب هاني حطيت معطب اوكي نقدم نسيت نسيت دقيقه بركه سعيد والله غير عادي وكلمه لي السيد وديع درت هذا خاوتي هذا انا وين هذا معرفه انا وين كلمي رجالات انا حضرتهم انا حضرتهم والله غير حضرتهم واحد مسكين يقدر ما يديش واحد يد كلاسه المرتبه الثانيه الاكفاء وكل واحد يقدر له حقه وشكرا احيد الكلمه الى صاحب الخيمه لنا نتوجه يعطينا انطباعه على المهرجان شاف بدوري هادر هادر السلام عليكم مرحبا بكم حي السلام عليكم مرحبا بكم في خيمة شعلة لدودة أشكركم على الزيارة وسقسيك هذه الخيمة لدودة مقصودة بحوز معبري ما هي الأطباق اللي تقدموها أنتم؟ الأطباق اللي نقدموها عن شخشوخة سيدية عن عبيس كسرة عن عام عن رشدة عن زبيطي والدجاج وشكرا السيدة ليلى والسيدة سامية يكملون الإشراف وتقييم الحلويات التي قدمها اليوم المتشاركون مع السيد المتشارك في الحلويات في الحلويات أكشن عيطونا وطلبوا طلبكم على العين والراس اللي طلبتوه ونهدوها لكم حصة المرأة. شكرا لمتابعتكم وشكرا لكم بعد الحلويات. إن شاء الله رانا عجبكم.
شكرا اللي راه يصور. ميرسي. هو ركب الطاولة، ركب الطاولة. العلامة ربعة. العلامة هي 48 على 50. هو الشيخ طارق. طارق الشيخ أيمن الظاهرية، ولا هذا ثاني يقدم هذا الشيخ رابح وعلي حاصل على وسام التميز في مسابقة الأيادي اللاعبية. شاب معروف على الساحة الوطنية بأناقته وأخلاقه، وأنا أشهد له. تفضل الشيخ طارق مصطرف. تسبيقة حرة شاب طارق مصطرف. الإرادة تصنع المعجزات، الإرادة تصنع المعجزات. شاب طارق بمهرجان سلطينة احتل المرتبة ما قبل الآخرة، صح، لكنه لم يفشل، لم يفشل. يعني هذا خير مثال، وهذا نموذج، هذا نموذج ناجح للشجاعة. لا تمشيلوا، لا تمشيلوا. والفائز معنا بالمرتبة الثانية، أو الفائزة معنا بالمرتبة الثانية، يا ترى من في هذه المسابقة والمهرجان الوطني للأكلات والحلويات التقليدية، وخاصة وأن جوائزه قيمة جدا، وخاصة المشاركة في مدينة دبي الإماراتية في سبتمبر في مسابقة نقول عنها دولية. الحظ لمن عمل، لمن كافح، لمن اجتهد ليكون معنا الفائز بالمرتبة الثانية، هو ذلك الذي أبى إلا أن يحضر ويقدم كل ما في جهده، كل ما تعلمه طيل حياته ليكون معنا الفائز اليوم تحت إشراف مؤطرين وأساتذة. كل الشرف لنا بوجودهم، حتى يكون معنا أيضا الناجح بالمرتبة الثانية والمتحصل عليها داخل هذه الخيمة وهذا المكان، ليشهد عليه أنه فائز، ليكون هو محمد صاحب رقم الطاولة. المبروك، ويكرمه معنا الشيف وهلي رابح. ماذا تقول لنا يا شيف وهلي؟ والله ترى كنت سيدي. انا حبيت واحد اخر يكرم. معليش معليش. خلي الشيف انيس. انا اقول لك ما لا يكرم وهلي يكرم انيس. كلتاهما يكرماني محمد مصيني. تفضل معنا. معليش. حتى يعني في المصافحة يعني راح تكون هناك المسيني، واسمك مميز جدا تيماسيني. نعم اعذرني يا تيماسيني محمد، لقبه مميز جدا يعني، وحتى يعني شنت هناك تميز في حياتك. هكذا خير يفعلك يديك زوج خير من يكون وحشك. انا سكرت ونفعله شادة قيمتك إن شاء الله، ولا سكن إلا بأخلاقك ومثابرتك وانتظارك. اليوم اجتمعنا أيضا لنكرم الفائز معنا في المرتبة الثالثة، ربح وعدي الخجول. ربح وعدي كاشي.